بيتنا تدمر من الحرب فجأة مثل الحلم اختفى كل اللي ادخرنا وكل اللي معانا في ساعة. نزحت من مديرية حرب لعدة مديريات. جلسنا في الجبل 6 شهور انقطعت ما في أكل ما في شرب. قلنا نروح مكان يكون نحصل فيه عمل. سافرنا الحديدة حصلت تدريس. كنت خلاص فرحانة بتدريسي كنت أدرس وكذا وال20,000 حصة تغطي معك النازحين مع البر مع الدقيق. فجأة وقف التدريس ما فيش عمل مرتبات. كان معنا ولد أخت كان مهاجر للسعودية الوحيد كان الداعم لنا كان يساعدني ويساندني. فجأة حصل له هناك حادث رحنا مستنين رقم الحوالة لا في اتصال يقول لنا أعطاكم أمره ياسر توفى. حصل لنا ظروف وفقدنا الأمل إن تستمر الحياة. نقلناهم حجة حسينا هنا بأمان. جلسنا على حق النازحين وكان هو مصدرنا الوحيد حق النازحين نص ناكله ونص نبيعه يعني الحاجات اللي نحتاجها احنا. واستمرت حياتنا بكذا الطريقة حتى تفاجأت بالصندوق الاجتماعي للتنمية لما اتصل علينا. ما توقعتش يعني بين ذيك الوقت وذيك الأزمة وذيك انه يذكرونا وعدهم محتفظين بأرقامنا. خدت الدورة وصلوا علينا فترة قالوا تم النزول حقكم. دخلت بيتنا أول ما أجوع ألو رفيف الصغار أولاد أختي الأيتام ها ما أخذت لنا. كان كل يوم يقول لي ما أخذت لنا حس الدنيا تضيق علينا وأنا داخلة. قلت له أخذت لكم كل حاجة والآن نزلت الميدان فعلت المجتمعات بكل طلاقة. عندي رصيد 1000 فكرة 1000 طموح 1000 أمل 1000 شمعة وأحاول عليها لا تنطفي حتى واحدة منها إن شاء الله.